اكيد طبعا. وكابتن احمد ناجي طبعا من الناس اللي حضروا انجاز 2006 بالحصول على البرونزيه. أكيد. بس خلينا نتكلم يعني قبل ما نستفيض في كلامنا، خلينا بس نرجع لورا شويه. عايزين نقول ان النادي الاهلي قدم موسم استثنائي، وخلينا نتكلم على ما يطار في السوشيال ميديا من خلال التقليل اولا من قيمه بطوله العالم للانديه، التقليل من برونزيه النادي الاهلي، التقليل من قيمة النادي الأهلي في أدائه الفني أمام البايرن. خلينا نرجع معاكم مع حضراتكم للموسم الاستثنائي اللي النادي الأهلي قدمه. احنا بنتكلم على موسم طويل جدا من خلاله حصل النادي الأهلي على 3 بطولات. بنتكلم على بطولة الدوري النادي الأهلي حسمها بشكل أكتر من رائع، على مستوى النتائج، على مستوى الأهداف، على مستوى الأرقام القياسية، وحقق البطولة يمكن ونهاها تقريبا 7 أسابيع قبل البطولة. نتكلم على بطولة الكاس، وقد ايه بطولة الكاس كانت مهمة جدا جدا كمان للنادي الاهلي. كانت ايام بعد حسم بطولة الدوري وحسمها النادي الاهلي لصالحه. لكن نتكلم على البطولة الاهم في تاريخ نادي الاهلي، هي البطولة الافريقية والتاسعة بالتحديد. التاسعة كان ليها توابع كتيرة كبيرة جدا على مستوى التحديات اللي كانت بفكر حضراتكم، علشان اللي بيقلل من قيمة النادي الأهلي، واللي بيقلل من شأن النادي الأهلي في حصوله على البرونزية، واللي بيقلل من تواجد النادي الأهلي في محفل عالمي في البايرن ميونخ، في بطل أمريكا الجنوبية، في بطل آسيا. بنتكلم على أندية كبيرة بمعنى الكلمة، مش بس كلام على الفاضي. تواجد النادي الاهلي في هذا المحفل كان ليه يعني كان ليه مكاسب كتيره جدا. لكن برجع مع حضراتكم ان الموسم ده استثنائي، وان الجيل دلوقتي يمكن الناس بتتكلم او بتقارن الجيل الحالي بجيل 2006. على مستوى الفنيات ممكن نروح ونيجي ونتكلم، لكن على مستوى الخبرات خلينا نتكلم ان هذا الجيل بدا فعلا يسطر سطور تاريخيه في تاريخ النادي الاهلي، وهو وكل لعيب نفسه بيسطر تاريخ لنفسه. أول مشاركة لي في كأس العالم أندية وحصوله على البرونزية بعد مباراة صعبة جدا جدا أمام البايرن. ومباراة البايرن نروح ونيجي ونتكلم فيها شرف لأي حد أنه يلعب أمام البايرن. وخلي بالكم أنا في وجهة نظري أن كان كل من ينتقد النادي الأهلي في مباراة البايرن، وكل يعني اللي كان بيقول لك ده النادي الأهلي ما عداش كل دوت، صدقوني ده كان بيتمنى أنه يكون مشجع من النادي الأهلي، أو لعيب من النادي الأهلي، أو رئيس النادي الأهلي، أو ينتمي للنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي في الموقف ده كان بيلعب أمام بطل عالمي. أدى بشكل الشوط الأولاني كان في أداء متراخي شوية أو في خوف زيادة شوية، لكن يكفي فخر إن النادي الأهلي بيلعب أمام البايرن في مباراة رسمية. خلينا نعرف إن أي نادي في العالم، يعني لو نادي في أي نادي في مصر مع احترامي للجميع، حب يلعب مباراة ودية مع البايرن هيدفع ملايين الملايين. النادي الأهلي لعب مع البايرن بياخد فلوس، بيلعب مباراة رسمية، بيأدي بشكل مش هقول هايل لكن بيأدي بشكل رجولي. النادي الأهلي بيقدم صورة للنادي المحترف بجد. العلاقة ما بين النادي الأهلي خلاص والأندية العالمية خلاص، النادي الأهلي بقى شعاره في كل حتة في العالم. خلينا اتكلم، انا بتكلم كده علشان كل اللي بيقلل يا سهام من قيمه الانجاز اللي حققه النادي الاهلي، لا بنتكلم النادي الاهلي حقق موسم استثنائي. كورونا عدت، لكن عندنا مواقف كتيره جدا من مجلس الاداره ورحيل فايلر وقدوم موسيماني والتسعه والمباراه الفاصله مباراه القرن ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك وفوز النادي الاهلي، ثم تواجد النادي الاهلي في الحفل الكبير العالمي اللي بقول لك لو كل واحد خارج يعني بره منظومه النادي الاهلي اكيد كان يتمنى يكون اهلاوي في الوقت ده.